السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. الله يكرمك. هو مش سؤال يعني على قد ما هي شكوى عشان الناس بس بتسمع كلام حضرتك. كل ما يعني احنا بنتعامل في التجارة، لما بنتعامل مع الإخوة الملتحين معظمهم لا لا تطعن، عفوا، لا تطعن في الملتحين، لأنك تطعن في السنة الآن. قل أنا ما أقصدش فعلا لا حد لا لا، فيهم، أنا ما هو أقصد أنت الآن، عفوا، إنه أنت ستقول مثل ما يقول آخر: كل الحجاج حرامية. ستقول مثل ما يقول كده: كل المصلين بهم وبهم. فاتق الله في أنا نفسك. ما أقصدش كده، أنا لا، ما ما هو أقصدش كده، كده، أنا لا أقصد حاجة تانية أزل خالص. لا، عفوا، بس كلام. في ناس كويسة فيهم، بس يعني أنا وأيضا وأيضا عفوا بإذنك عفوا، غير الملتحين فيهم أسوأ وأسوأ وأسوأ. فيهم طيب خلاص، لا أنا تخصص. بتكلم على إن الملتحين الواحد يعني لا، عموما عموما، ما في أحد حجة على الشريعة، بارك الله فيك. نعم ما في أحد حجة على الشريعة، تمام ما في أحد، لنا ولا أنت ولا غيرنا، حجة على الشريعة. الشرع حجة على الجميع، تمام شرع الله حجة على الجميع. الموافق له على العين والرأس، المخالف له نبتعد عنه. يعني هو الواحد بيعز عليه لما هو يبقى يعني مثلا إمام وارد، وبيتكلم مع وارد في الملتحين، كل شيء وارد. أنا بس معايا تعبك يا حبيبي، تعبك قوي يعني، يا حبيبي، ولما تيجي تتكلم معاه يا حبيبي، وانت لا ممكن، البعد عندك. يا حبيبي، انت ممكن تكون اتعب منه ايضا. انت ممكن أنا تكون، انت تزكي نفسك ليه؟ أنا ما تعبتش حد قبل كده في المعامله انت عموما. تزكي نفسك. اذا كان واحد ملتحي تعبني، في 10 مش ملتحين تعبوني، فليه انت تحمل كده؟ يعني تحمل سنة رسول الله ما لا تتحمله. ما في احد قال ان الملتحي حجة على الناس. واحد بيتعامل معاهم حسن نية، لا المهم حبيبي، نفسي السلام عليكم يا اخي. تكون لا، اتق كويسة. الله في نفسك، راجع نفسك، راجع نفسك، واتق الله في نفسك، ولا تنال من سنة الرسول. كما يقولون، يعني واحد يقول لك الاعلاميون الفسقة، يقول لك المنقبات بهم وبهم. طب المتبرجات العاريات، لا سليمات يعني، ولا مش فاهم.